الحربية، بل إن الإحصائيات أظهرت بأن أغلب المظاهرات التي خرجت داعمة لنضال الشعب الفلسطيني كانت في الدول الغربية. أمر لافت للنظر، ماذا تعلق؟ للأسف الشديد يعني لقد أسمعت لو لديت حيا ولكن لحياة لمن تنادي. يعني لا يربطنا بهؤلاء الطلبة الموجودين في جامعات كولومبيا أو الجامعات الأسترالية والجامعات الفرنسية اليوم، يعني صح. بعد ثورة الجامعات اللي صارت في أمريكا مناصرة لاعتصام الطلبة اللي في جامعة كولومبيا، في بدأت اليوم جامعات في أستراليا وفرنسا، والموضوع أنا بقول لك أستاذ علاء سيمتد إلى جامعات أوروبية وغير أوروبية، وربما بعدك يصل الخبر نعم. إلى من تربطنا بهم، يعني روابط الدم والدين والعقيدة والتقرير المشترك واللغة والنسب والأصل والعروبة وكل محدث ولا حرج.